شوف المرين ده براحة ده أنا أوريك. نمرة واحد، الزول يا جماعة يروج للشرك بالله تعالى، دي أخطر حاجة في الزول. كيف يروج للشرك؟ من وجهين. أي كلام بديك له ده شوفه في الواقع، أي زول بعرفه وشوفه. الوجه الأول من تعظيمه لنفسه، رمية العصاية دي وناس من السهرج يقعوا وشغل بتاع لخبطة، لأن أخونا هو كراداب حفظه الله مرة قراية الكرسي الشغلة دي بجد ما فيها كهرباء قطعت وركدي ما فيش. وأسي نحن بنتحداه، شفت أنا تلفوني وأنا مرات ما برفع، لكن أنت أكتب لي جغيم برفع عليك إن شاء الله، أكتب لي جغيم برفع عليك، أقول لي اتقي الله أرفع في جغيم برفع عليك إن شاء الله. شفت نتحداه من هنا، الزول ده يجيبنا نحن ويجيب عصاته. شفتها نحن بنجي جاهزين ان شاء الله متحصنين وقارين آية الكرسي، ونحن اصلا ما نخاف منهم لانه حرام حرام شرعا تخاف من الناس دي. الدليل قال شيخ الاسلام ابن تيميه، الدليل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم شنو مؤمنين. نحن ما نخاف منه، اقسم بالله الذي رفع السماء لو المرين و780 زيه، شفت كيف؟ واهل الباطل تت وسحرة الارض كلهم من هنا لجبال بني شمس بل لاخر الارض، شفت؟ اتلموا بشياطينهم، نحن بنرجف منهم ولا رجفه، شفت كيف؟ لانه العقيده في الله سبحانه وتعالى، ما بيرمي والله. شفت تقرا آية الكرسي زول تجيب قدامه كذا يبيع عصا يرمي ثلاثه، تقرا آية الكرسي يدق كذا الله لما تحرقوا يده ما يرمي، وبيده ما بيرمينا ترى هون احنا بوشم شغالة بفضل الله. ده واحد. اثنين، بيروج للشرك عشان يكون الكلام علمي، بيروج للشرك لانه عنده قبة في جامعه ذاته، صح ولا ما صح؟ اي زول ما بكلامنا ده، الزول ده الان مش هو زعيم الجماعة ديل، اي القبة دي منكر ولا ما منكر؟ والقبة منار اذا صح التعبير، وهي ما منار ظلمة لكن معلم ومظهر للدعوه الى الشرك بالله تعالى ولا لا؟ القبه انا ما مشيت، قبه دي من شفتها بعشر في غادي، من بعشر قبل تقطع برفاس، شفت كيف؟ انت بتشوفها ومن بي جاي من الهلاليه تجي داخل تشوفها اربعه ولا خمسه طوابق، ما عارف ذاته عزاب اكثر ما لكن يتزوجوا بابنه جبار زي دي. النبي عليه الصلاه والسلام قال قبل ان يموت بخمس ليال: لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوه، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو في لفظ خشية في ضبط أن يتخذ مسجدا. والرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري من رواية عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأتها رأينها في الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من التصاوير والقبور في الكنيسة هناك، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره. ده بنيانس في القبر ولا ما في؟ بتاع المرين، ما هو الطيب المرين ذاك مات، صح ولا ما صح؟ والقاعد ده اسمه البدوي، ما عارفهم انا جد شخصيا، شفت كيف؟ وعندهم ثاني واحد المرين ده ود البدوي ده حي الصغير، عرفت كلامي؟ كلهم الان ده مظاهر شرك ولا ما مظاهر شرك؟ وين انكاروا للشرك ده؟ وانت الله بيسالك، النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الجبريل قال: اولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله وفي رفض يوم القيامة. وما كلام خطير، قاعد القبر أسي تمشي القبة موجودة، ده مظهر من مظاهر الشرك. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الزول ده المنكر بيشوفه ما بينكر، الزول ده المرين ده لاف بعصاته دي كر 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 كر، دي بنات متبرجات بيعلق على الكلام ده،
العصريات بنات بجن وإن شئت سميت الأحياء. أنا بعرفها الهلالية وإن شئت سميت الأحياء. وبالميكروفون شغل ذاته بتاع فوضى. مرة مشيت عندي عمي وأهلي هناك، عندي عمي أصغر واحد، مشيت وتونس معه أثناء وأنا سبيتنا جنب شغلة، سامع الجماعة بالميكروفون يا ناس برانكو اتخرجوا. قال يا ناس برانكو أي مشكلة برانكو، أنا ما مسؤولين مشاكل جوطة شغالة جوا هناك، أنت ما مسؤول من مشكلة برانكو في بنية والشلوت. أها شغلة شرك ما تحزن منه؟ أخطر البنية ولا الشركة يا جماعة؟ أخطر البنية ولا التبرج القاعد والأولاد القاعدين والبنات والاختلاط؟ فكل مخالف لشرع الله ما ينكر منكر أبدا من الرجل. ثلاثة من الماخذ عليه الرجل ده باني المسجد، صح ولا ما صح؟ ده مسجده، هل بيجي بصلي جماعة في المسجد؟ أتحدى يجي وريني بيجي بصلي جماعة في المسجد. عندهم شيخ هناك اسمه بشير، انا بعلمهم بالتفاصيل، عندهم شيخ هناك اسمه بشير كان خطيب عندهم. الزول ده علق مره واحده بس، علق قال الشيخ ده ليه ما بيجي الجامع يصلي كلام زي ده؟ نزلوا لليله ما طلع، لليله ما طلع. ليه ما بيجي يصلي في الجامع جماعه؟ ليه ده دين يدان لله؟ سألت واحد قال لي والله الناس بيصافحوا كثير. انت ما تشيد يدك مالك محروق منها؟ وده خير ذاته ليه كان يعني بصافحوك شديد كثير تخلي الجامع؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، جاءوا رجل عنده 5 أعذار في بعض الروايات، قال يا رسول الله إني ضرير البصر شاسع الدار، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، بيني وبين المسجد واد. 5 أعذار، شفت كيف؟ شيخ عجوز ضرير البصر شاسع الدار ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وبينه وبين المسجد واد. قال تسمع النداء؟ يعني أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب تجي طوال، أجب تجي المسجد. دلج النداء في راسه جوه ونساوين وديلك والناي ووك ما بيش وقاعد الصلاة شغالة وقاعد. ده ما أخذ رقم شنو؟ 2 أو 3 من المآخذ على الرجل ده، والله الذي لا إله غيره. من المآخذ يا جماعة على الناس ديل، الناس ديل قادرية. فاهم قادرية يعني شنو؟ يعني صوفية تابعين للطريقة القادرية. قرا لك الأبيات الزول للطريقة القادرية، هذا كتابه أنا حافظه بس بديك لها من راسي سريع سريع لأنه ساهرنا بالناس، لكن الموضوع مهم. وينه كتاب القادرية؟ شفت ده؟ ده في نسخة صفراء كمان، الكتاب ده بتاع الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد القادرية. الكتاب ده لما تمشي تقرأه جوا زول بيقول زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت عند التراحة. دي الطريقة القادرية، الزول ده قادر الشيخ بتاع ما يتو يعني الناس اللي بيجوا هنا ولقطوا القروش هنا نجينا عرس عوض ده بس قدم عوض ده الله يثبته. شفت كيف جينا عرسه؟ ناس دي بيجوا هذولوي، ناس دي بيجوا لافين في الغرى وجماعة يجمعوا له مشاكل. ناس دي القادرية أمة الإسلام، قادرية صوفية. زول بيقول زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت عند التراحة، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله وأحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. تفهم كلامه ده؟ زول يقول أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح ومن الأمة دي، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه ولحد ما قال وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي لحد ما قال أنا الذاكر المذكور. الذاكر عرفناه، المذكور شو؟ أنا الذاكر
المذكور الذاكر فاعل، المذكور مفعول به، صح ولا ما صح؟ انت الذاكر، طيب المذكور شو؟ انا الذاكر، المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف. استنى شغل مساطيل، انا الواصف الموصوف، دي لا يقوى كيف هسيدين ادوها شمار ودكوة فلفل وخل لخبطوها كده وخمجوها بتجي. انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا، لسه مفتخر انا ما عارف ده. لو جبت اكفر اهل الارض قلت لك ده زيدنا كفر زيادة يقول شو كده بالراحة. والله أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ والله قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، أبويا شيخ تصلي معنا ليه؟ ولم يعلموا أني أصلي بمكتي، وكسره بمكتي، خطوة في البلد وخطوة شو؟ في مكة. معقولة؟ وأنت الجامع جنبك ده ما بتصلي فيه مكة، تصلى وين؟ مكة تصلى وين؟ وقال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. والله قال مريدي تمسك بي، مش بالدين وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، مريدي تمسك بي، دي طريقة الميرين، دي القادرية، وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. بيحميه يوم القيامة، هم الدنيا بيحميه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نزل الله بتاع اللخبطة وبتاع اللغوشة وبلاوي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. انت عارف الناس دي خموا الناس بشنو؟ يقول لك انا ما مشيت هناك تونست كثير. واحد قال والله الناس دي بس يعني بيلموا الناس السكارة من السكر وبخلون شغالين في الذكر، تل تل تل، الفتة متوم حمتنا النوم، والرز مردوم ما قادر اقوم، الفتة بشطة حمتنا النطة. يا زولا يا زول ده شغل لخبطة ساي، يعني لما سكران كان بيترتع وقع، جابوه عاقل وقعوه، الفايدة شنو يعني؟ خير سكران كبير، لأنه سكران ده تحت المشيئة، سكران تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بعيد شديد جدا ضلاله. شفت كيف؟ الزول يا جماعة اللي بيقول شبهة زي دي احنا نردها بالراحة، أقعب الشرك ولا أقعب الخمرة؟ كذا بالراحة كذا، مش أقعب الشرك؟ يا خلي يا تعقل عديل، تقول له عقل واستقيم على الدين عديل، يا خليه كذب معصية. قال سفيان رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فأن صاحب المعصية يعلم أنه يعصي الله فيتوب منها، وأما صاحب البدعة فإنه يظن أو يعتقد أنه يعبد الله فكيف يتوب منها؟ ما بتوب منها. فدين الناس أهل البدع وناس أهل الباطل، وبعدين القادرية عندهم مصائب كثيرة جدا. نسيش قرأي لك جزء والله صفحة 114 جايبين ذكر، أنا أختم لك به. دين الناس، شوف القادرية دي طريقة الميرين، صوفية الناس القادرية، ولك القادرية الصادقاب جايبيننا عادين في الفيديو دي لهم ذاته، لهم ذاته. ده في ذكر هنا بتاع قادرية صفحة 114، قال تقول بسم الله والصلاة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يا كاشف بعدات تقول يا كاشف الكروب، يا علام الغيوب، يا مخرج الحبوب، يا قال يا مسخر القلوب لمن كان
مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب. اسمع الكلام ده كويس. صفحة 114 قال بهبوب بدالك بالهبوب كتاحة جاي قدام بهبوب هبوب. والله حم حم سهسهوب طهوب لهوب كهوب ذي العز الشامخ الذي سخر كل شيء. سخر كل شيء من وجه ده تحتهوب كهوب تحتهوب ده ذاته ده لعلى منه وده يسم منه ذاته وسهسهوب ده يسم شنو تلاقاك زود سموه سهسهوب تطبح ولا سيوسي ولا غروب ده لجاسفوا ساي اوه الناس زين. والله انا بس ما فضيت لهم زي الناس لكن بفضلهم ان شاء الله. موضوع ده طويل وعندنا ناس في الخرطوم هناك الخيابة الزيدين جبال ذكروا لك شهاب ده دار المسلمين ديل كده ان شاء الله نعد لهم عدة شفتها. والله ارضى ان نجعل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. والبلد دي ابشرك شفتها المرين ده تراه عنده فاضل له 5 ولا 6 فيهم حجير دي اقسم بالله حجير دي نحجر عليك كده لما تبقى حجر شفت كيف تبقى توحيد وسنة واستقامة. نساوين تراه بيسمعون بعد شوية بتنغبا وطبعا لما يشوفوا النغاب خلاص سوقهم راح بعدها بيلقوا شيء تاني خلاص بعده مبدا فتحت بالشريك تاني ما في شيء. ورجال يا هو تراه الحمد لله عارفين الحاصل والما عارفين بعضه النفرين ثلاثة بيوعوا لقدام. والله طارت لك إلا تاني توب ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من ما شوية ما دير ما شوية إن كثيرا كثيرا دي شوية ولا كتار إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبعدين شيوخنا الهناك اللي بتقعد معاهم إذا قعدت ناصحتهم ما عندهم شجاعة يناصحوا ناسهم. المرين ده البدوي ده عنده أخو اسمه الجنيد بعرفهم أنا شخصيا. جنيد ده تمشي تقعد تتكلم وكذا إلى آخره دل وين الشجاعة اللي بتناصح بها زولك ده. لكن نسأل الله العافية كلهم في النهاية شاكلة واحدة في النهاية. العامل فيها مؤدب والعامل فيها ذو الحق والعامل فيها ذو الباطل كلهم. لو في حق وخير قبل اليوم أنا سويت نصيحة والله جوا الجامع شفت كيف عندها أهلي هناك مشيت سويت نصيحة جوا الجامع. الكلام ده له زي 6 أو 7 سنوات كان كنا ونمشي نصلي قالين القبة دي برن شغلة في النهاية لقينا حوش وخلينا سيشغل جاتت من النهاية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم في من رواية جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه كله حرام. سويت 5 نصائح ولا 4 واحدة عن الموت واحدة شنو واحدة لحد الصبر وأنا لابد لهم وهم لابد لهم. آخر مرة الله يتقبل جيت في ولد من أحفاد وبيجبها لنا المغاربة دي المراني كده تونست مع برا يقرأ في 7 ولا 8 قال ليس يعني ما نقول يا البدوي الحقنا قلت له ما بجوز ولا في الامتحان. قال لي قلت له ولا في الامتحان ذاته ما بجوز حرام الشغل ده إن الله حرم الشرك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طوالي دخلت الجامع صليت بتذكر ناسي صلينا صلاة عصر قمت قلت لهم يا ناس في أعمامك مرقوا ببرا وقفوا بالشباك 6 وشوية 1 2 3 والشغلة ماشي. في ناس من برا قالوا أها خرم قرب قلت لهم جاي عديل صور. والله أول ما قلت نادوا الله يا ناس ما تنادوا البدوي ولا تنادوا المرين ولا كذا انتهيت. والله يا جماعة أنا صادق في الكلام انتهيت مركت برا عندهم المؤذن مؤذن ده عنده زي حاجة في عين مؤذن طوالي شنو والله أكبر عنده كوراك مرات صوته عالي يعني مرات مسكني برا قال لي يا ولدنا جيب لنا مشاكل قلت له الشيوخ بشاكله الشيوخ ديل بشاكله ما الله قالوا الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. قال لي انت مبتهابشهم قلت له ما تدخلني عليهم بس انت دخلني على الشيخ ده كذا مباشر كذا ناقش مباشر كذا يعني انت بتجيب لنا مشاكل. قال لي يا مش طردني طوالت خرجت الله يتقبل
والله الذي لا إله غيره. فالناس يا جماعة اجعل التوحيد تموت على التوحيد وروشك دي الله بيسألك منا ما تدال يفكا خدال المساكين وللأهل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أبدأ بيدين وأبش قدام أسأل الله يوفقنا وياكم. والله أنا أشكر الناس ديل الهنا ديل وأهل الدار دي شفتها زول البيت ده أسأل الله المستوي على عرشه يفتح عليه الدنيا وآخر شفت كيف. والناس دي والله نشكرهم من أعماق القلب والله. ونحن ماشيين من هنا والله متكيفين ديل إن شاء الله نضحك لما نصل ترى هو مرة المرة دي عبد رب وده قرب يروحنا لكن جينا. أسأل الله يوفقنا وياكم لقدام يا جماعة والبنات. نعم رجزاكم بخير وبارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم.